عدم التسرع في الحكم على الحضانه، يعني ما تقوليش ايه؟ انا ابني بيروح بقاله اسبوعين اهو او بيروح ثلاث اسابيع، انا حاسه ان هو يعني ما اتعلمش حاجه. لا هو مبدئيا التعليم من الحضانه دي انسوها خالص، لسه جايلكوا في الكلام، اصل انا دلوقتي انا يعني في اعرف بقى ان في حضانات الماني وفرنساوي وانجليزي وبتاع، كل ده في المرحله العمريه دي مش مطلوب. مش مطلوب والله وغلط. المفروض ان احنا لو في لغه مثلا عايزين ندعمها عند الطفل هي النيتيف لانجوج اللي هي يعني لغة لغه لسانه الوطني ها؟ هنجيلها في وقتها خلاص؟ فما تتسرعيش في الحكم على الحضانه ما تقوليش ايه؟ هو لسه وهو بياكل برضه مش ظابط البتاع بيوقع على نفسه لا الحكم على المكان اولا مبدئيا انت حكمتي اصلا بدليل انك وديتي ابنك او بنتك الحضانه دي يعني ايه؟ تصورتي أو توسمتي الخير في هذا المكان قلت إن شاء الله المكان ده يبقى كويس حلو؟ يبقى بقى إيه؟ المسألة بقى نفسها إن الطفل يدخل بقى التجربة خلاص؟ لما يدخل التجربة ما تحكميش قبل ثلاث شهور ثلاث شهور؟ أيوة ثلاث شهور ده الحد الأدنى الحد الأدنى اللي نقدر نحكم بيه على الحضانة دي أثرت في ابننا أو بنتنا بشكل عامل إزاي؟ النصيحة اللي بعد كده خلوا الطفل يروح الحضانة بدري. يعني لما الحضانة دي تقول لكم احنا بنبدأ من الساعة 8:30 مثلا الصبح. خلاص؟ ليه؟ يبقى تروحوا هناك 8 ونص هقول لكم ليه؟ علشان أنشطة بداية اليوم. هتقولوا لي إيه أنشطة بداية اليوم؟ هقول لكم غالباً في كل الحضانات بتبقى أغاني. ولو الجو كويس بيبقى بي بي بيلعبوا بره. بيبقوا بيلعبوا هتلاقيهم عمالين يغنوا ويلعبوا في مكان ألعابه بتاع وده بيسهل على الطفل جدا إنه يحب المكان